Bonjour mes amis, comment ça va? Sabah khair, kif kon ya chatrin? Darsna al-yawm bda ykon an al-multiplication an al-darb. Bda na'mel exercices an al-darb w bda na'mel revision la jadwar al-darb w itou dis. بس قبل ما نبلش بدي نبهكم لضرورة غسل ايدين بالماء والصابون لمدة تزيد عن 20 ثانية وضرورة عدم الاختلاط لتحموا حالكم لتحموا اللي حواليكم من فيروس كورونا. كمان بدي نبهكم لشغلة انه جدول الضرب تكونوا حافظينه عن غاية. هلا خلينا نبلش بدرسنا. نحن كنا تعلمنا كيف بنضرب عددين بعدد، هلا بدنا نضرب عددين بعددين. عندنا 53 فوا 23 يعني 53 ضرب 23. 50 تروا فوا 23 أول شيء بنضرب تروا فوا تروا نبلش باليونيتي تروا فوا تروا إيجال نف بنحط نف في خانة اليونيتي نحط 9 بخانة الأحد بنرجع بنضرب تروا فوا 5 تروا فوا 5 إيجال 15 بنحط 15 بخانة الديزان وبخانة السنتين بيطلع معنا الجواب أول واحد 150 نف طيب بس هلا بدنا نضرب الدو اللي هي الديزان بنضرب 2 فوا 3 2 فوا 3 ايجال 6 بنحط 6 بس ما بنحطها بخانه اليونيتي تحت اليونيتي بنحطها بخانه الديزان بنحطها تحت ال 5 بنضرب 2 فوا 3 بيطلع جواب 6 بنضرب عم نضرب 2 فوا 5 بيطلع معنا الجواب 10 بنحط 0 بخانه السنتين والان بنحطها بخانه الملي هلا بنجمع 159 بلس 1060 لانه تحت ال 9 لازم يكون في 0 في 0 تحت ال 9 1060 9 بلس 0 إيجال 9 9 بلس 0 إيجال 9 هلا بنضرب نجمع 6 بلس 5 5 بلس 6 5 بلس 6 إيجال 11 بنحط 1 بخانة الديزان وبنشيل الآن تاني بنحطها فوق الآن بخانة السنتين هلا بنجمع 1 بلس 1 بلس 0 1 بلس 1 إيجال 2 بلس 0 إيجال 2 بيطلع معنا الجواب 2 2 بنحط 2 بخانة السنتين هلا بنجمع 0 بلس 1 0 بلس 1 إيجال 1 لأنه فوق ما في شيء يعني في 0 0 بلس 1 إيجال 1 بنحط 1 بخانة الملية بيطلع معنا الجواب 1219 يعني 1219 يعني 53 فوا 23 إيجال 1219 1219 1219 مؤلفين 9 يونيتي 1 ديزان 2 سنتين 1 ملي هلا بدنا نعمل إكزرسيس تاني عندنا 36 فوا 16 أول شيء بنضرب نضرب 6 فوا 6 إيجال 36 بنحط 6 بخانة اليونيتي وبنشيل التروا بنحطها فوق التروا بخانة الديزان طيب بعد ما حطينا 6 بخانة اليونيتي هلا بنضرب 6 فوا 3 6 فوا 3 إيجال 18 يعني 6 ضرب 3 بيطلع معنا جواب 18 بلس 3 إيجال 21 يعني 6 فوا 3 إيجال 18 بلس 3 إيجال 21 يعني 21 بنحط 21 تحت بصير معنا الجواب 36 فوا 6 ايجال 216 هلا بنضرب 1 فوا 6 1 فوا 6 ايجال 6 يعني 1 ضرب 6 بيطلع معنا الجواب 6 بنحط 6 بخانة ديزان تحت الان بنحط 6 تحت الان بخانة الديزان هلا بنضرب 1 فوا 3 1 فوا 3 ايجال 3 يعني 1 ضرب 3 بيطلع معنا الجواب 3 بنحط 3 بخانة السنتين فوق ال 2 هلا بنجمع 216 بلس 360 لأنه بخانة اليونيتي تحت في 0 216 بلس 360 6 بلس 0 إيجال 6 1 بلس 6 إيجال 7 بنحط 7 بخانة الديزان يعني 7 بخانة العشرات و 2 بلس 3 إيجال 5 بيطلع معنا الجواب 576 576 يعني 36 فوا 16 إيجال 576 هلا بننتقل بدنا نعمل ريفيزيون للتابل دي ملتيبليكاسيون دو 8 8 فوا 1 إيجال 8 8 فوا 2 إيجال 16 8 فوا 3 إيجال 24 8 فوا 4 إيجال 32 8 فوا 5 إيجال 40 8 فوا 6 إيجال 48 8 فوا 7 إيجال 56 8 فوا 8 إيجال 64 8 فوا 9 إيجال 72 8 فوا 10 إيجال 80 هلا بدنا ننتقل لهذا الدفوار بدكم تعملوه بالبيت تبعتوا له المعلمة في عندنا 53 فوا 25 يعني 53 ضرب 25 بدكم تعرفوا قديش النتيجة طلعوا النتيجة المضبوطة وتبعتوا للمعلمة تعملوا هذا الدفوار بالبيت وتبعتوا للمعلمة هلا خلينا ننتقل في عنا هون تابل دو ملتيبليكاسيون دو 7 جدول الضرب رقم 7 بدكم تعملوه كمان دفوار تبعتوا للمعلمة 7 فوا 1 7 فوا 2 7 فوا 3 7 فوا 4 7 فوا 5 7 فوا 6 7 فوا 7 7 فوا 8 7 فوا 9
7 فوا 10 بدكم تعملوا هيدا دوفوار تابل دي ملتيبليكاسيون دو 7 تبعتوه للمعلم. هلا قبل ما اختم بدي اتمنى تكونوا فهمت الدرس منيح، وبدي اطلب منكم شغلي انه جدول الضرب لازم تكونوا حافظينه عن غايب، كل جدول الضرب من الان للديس لازم تكونوا حافظين كل جدول الضرب عن غايب. وهلا بدي اقول لكم اوروار.